فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لبيت أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم سيدي وأحسن منك لن ترى قط عيني وأجمل منك لن تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء مرة أخرى من هذا المكان المقام للمقبول له بإذن الله تعالى الحاج السيد محمود ناجي القرآن الكريم وقارئنا قارئ جمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الشيخ أحمد سعيد عتابي فليتفضل مشكورا ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحيم. Solo.
لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أنعمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فتبسم ضاحكا وقال رب أنعمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا أو
جاءتني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله ويعلم
الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت ألا تعلوا علي، ألا تعلوا علي، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد قرية أفسدوها. قالت إن الملوك
دخلوا وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتي أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن
قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاء قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا صدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عنها قال إنه من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان. وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. صدق الله العظيم. وهكذا يا أخوة المؤمنون عشنا خاشعين مبسوطين مع التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على مسامع حضرتكم فضيلة القارئ الشيخ أحمد سعيد عتابي قارئ القرآن الكريم والمقيم بالجيزة، على هندسة عاطف عز المقيم بسعيد أبو شعرة، وعن عائلات ناجي نتوجه بالشكر للسادة المعزين عن تأدية واجب العزاء، وشكر الله سعيكم جميعا.